عندنا السؤال الأخير من التمارين اللي موجودة عندك بالقطع المكافئ. هذا السؤال يقول الرأس 2-4 ويمر بالنقطتين، هنا الرسم ضروري جدا. شوفوا فائدة الرسم. تأخذ الرأس، هاي واحد، هاي اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني هاي النقطة، هذا أول نقطة عندك 2-4 اللي هو الرأس، هذا الرأس. إذا ما ترسم ما تعرف القطع فاتح إلى الأعلى أو إلى الأسفل. إذا عين هاي النقطتين عندك، هاي 0-0، هذه 0-0، وعندك 4-0، يعني 2-3-4، هاي النقطة الأخرى اللي هي 4-0، وهاي النقطة 0-0. يقول لي قطع يمر بهاي النقاط، فأنا إيش راح أسوي؟ رأساً مررت القطع. إذا هنا عرفت نوع المعادلة. شلون نوع المعادلة؟ نوع المعادلة أن القطع فاتح إلى الأسفل، إذا المعادلة محورها البؤري عمودي. إذا أنا لازم أستخدم هذا القانون، أقول X ناقص H الكل تربيع هو 4P Y ناقص K، لأنه أنا عندي ثلاث فقرات مهمة جدا. أولا لازم أعرف نوع المعادلة، اثنين عندي إحداثيات رأس، ثالثا لازم عندي قيمة بي. هسه ال H والكي عندي، ال H والكي عندي، يعني أقدر أكتب X ناقص 2 الكل تربيع يساوي 4P Y ناقص 4. زين، هسه أبحث عن قيمة بي. هسه عندك بس مشكلة بسيطة، شلون تطلع قيمة بي؟ من يقول كلمة يمر، القطع من يمر بالنقطة، يعني هاي النقطة تقع على القطع، يعني تحقق المعادلة. يعني إذا جيت عوضت بالإكس صفر والواي صفر، الطرف الأيمن بقد الطرف الأيسر، إيش راح نسوي هسه احنا؟ نقول 0-0 تحقق المعادلة لأنها نقطة من نقاط القطع. زين، هسه ايش راح نسوي؟ نعوض 0-0، ايش راح يصير عندي؟ 0-2 الكل تربيع يساوي 4P 0-4. 0-2-2 تربيع هنا راح يصير عندك ويساوي 4P 0-4 وسالب 4. سالب 2 الكل تربيع هو 4، 4 في سالب 4 سالب 16P، إذا البي يساوي 4 على سالب 16، من تختصرها يصير سالب 1 على 4. إذا هسه صحيح الحكي مالتي، لأن القطع فاتح نحو الأسفل، البي طلعت سالبة. إذا هسه تكتب المعادلة، تقول إكس ناقص 2 الكل تربيع، تجي تنقل هاي المعادلة 4 في سالب 1/4 اكس واي ناقص 4. اذا راح يصير عندي اكس ناقص 2 الكل تربيع ويساوي سالب واي ناقص 4. اذا هي هاي المعادله اللي احنا نريدها، اللي تحقق الشروط انه راس 2-4 ويمر بالنقطه 0-0 و4-0. بعض الاسئله اللي نلاحظها عند الطلاب يقول انت ليش ما تعوض بال4-0؟ ليش الا 0-0؟ هل يجوز انا اعوض بالنقطتين؟ نقطه واحده تكفيك حتى تطلع لي البي، لانه انت عندك باعه، عندك اكس، عندك واي، عندك بي. اذا عندك اكس وواي تطلع عندك البي. فاذا عوضت 4-0، اذا عوضت بالاكس 4 وبالواي 0، واذا عوضت بالاكس 0 والواي 0 هو راح يطلع لك نفس النتيجه مات البي. احنا حبينا نعوض بال0-0 لانه سهل التعويض به والنتائج بسرعه تطلع، فلهذا حبينا نعوض بال0-0. والا الطالب اذا عوض 4-0 او يعوض 0-0 هي نفس القيمه مات البي راح يطلعها.